مين كنتي عم تحكي؟ مع ميادة ورامي قالوا يجوا باركولي بالنجاح. امتى؟ ما بعرف، بس حكوا مشان يسألوا إذا معلش بس. يلا أمي، لكان فوتي غيري ثيابك، رايحين لبيت عمك منصور. ما بدي. بدي ضل بالبيت. يو، شو بدك تضلي تسابي البيت؟ يلا بنتي فوتي غيري ثيابك. ما بدي روح، هديك المرة رحنا قمنا ملينا بالعرس، هلا مالي رايحة. ضل أنا وسمسم. لك أمي الله يرضى عليكي، قومي روحي معنا اسمعي. شو بكون؟ ليش طالع صوتكم؟ شو في؟ سلوى ما بدها تروح معنا. ليش يا أبي؟ ليش ما بدك تروحي؟ شو بدي روح ساوي؟ لا فينا نحكي ولا فينا نتحرك، خليني هون أحسن. لك بابا بتروحي بتتعلمي العادات والتقاليد. أنا بدي أتعلم بالجامعة، ما بدي أتعلم العادات والتقاليد. هلا أخذتي شافة بكالوريا بدك تشوفي حالك علينا وتفرضي رأيك؟ سبك تاخذني غصب عني؟ منروح. منروح؟ أنت ومين منروح؟ أنا وسمسوم. مين سمسوم؟ حبيبي ساسوكي وسمسوم. لك عيب حسة أحيانا مو بنشي، كأنه جايبتيها من قناة تانية. خلص تركها بقى مثل ما بدها، خليها بالبيت. لك بابا ما بتخافي إذا رحنا من البيت وتركناكي لحالك؟ من شو بدي خاف؟ من البعبع. شايفني بنت صغيرة لخاف من البعبع؟ بعدين ما في بعبع، وفي حال وإذا طلع بعبع بيخوفه سمسوم. مين سمسوم؟ بدك تضربي أنت وياه، إن شاء الله يشفروكن ويريحوني منكن على التكلفة. تفضلي. جاهزين؟ جاهزين يا أبي. دك القميص بالبنطلون، دك القميص بالبنطلون. سكر لي يا أبي، ما عم سكر. هو على شو؟ شلون بده يسكرنا تعلي جوزي التفاحة آدم وحواء؟ أنت شلون؟ تركه مفتوح أو جاهز. هات بوسي. الله لا يوفقك على التربية، الله لا يكبرك. سعيد لا تحكي هيك عن الأولاد. مو عن الأولاد عم بحكي. لكن عن مين؟ عن الولد، الله لا يكبره. شلون قهوتكن؟ عود انا بعملها. شلون قهوتكن؟ وسط يرضى عليكي. شو لك منصور؟ شايف الاجواء معكره، شو في؟ لا عادي عادي ما في شيء. لا شو عادي؟ صاير بيناتكن شيء؟ احكي اذا شغلي ما بتنحكى قدام الاولاد. حسام ايه ابي، خد اخوك واطلعوا على الحاره بدنا نحكي كلمتين. امرك. قوم يلا. خفا هاي راحوا الاولاد، احكي لي لشوف شو في بيناتكم. لك لا يروح فكرك لبعيد، المساله كلياتها عباره عن سوء تفاهم. لحقتوا تبلشوا؟ لك ايه، اكتشفنا انه في اختلاف بالاراء بيني وبينها. يو 4 سنين ما اكتشفتوا هالشي، هلا لحتى اجى على بالكم تكتشفوا؟ لك ايه، كنا متفقين على اساس، بس على الصعيد العملي طلع كل واحد عقله شكل. شو عقله شكل؟ ما فهمتها يعني. لك يا اخي هي بتفهم انه شغل البيت عباره عن غسيل وتنظيف وبس. مزبوط. لك كان شو شغل البيت؟ لك إذا قلت لها شلحيني جراباتي أو جيبي لي كاسة مي طشش قلبي أو فقسيلي التلفزيون، تعتبر هاي الشغلات خارج إطار مهمتها. وإن شاء الله أنت هيك عم تساوي. أخي أنا هيك بفهم المرأة، شو ما بقلها بدها تقلي حاضر بالصور معي. لك تضرب أنت والفهم. أنا مع جمانة لك مو بس ما بتأمل عليها، لا وبساعدها بالغسيل والشطف والكوي والتنظيف والجلي. شبك أنت؟ الرجل العصري لازم يكون هيك. هي مرتك نصك مو خادمة. هي سعيد ما بشوفك غير عم تحكي، ما في مرة شفتك عم تشتغل شغلة من هالشغلات. بشتغل أنا خير الله لما ما بتكوني بالبيت أنتي. ما في مرة رجعت على البيت ولقيتك منظف البيت بغيابي، أنت صار هالحكي؟ صار كتير، بس أنا كناستي ممكن للقد، مشان هيك ما ببين. قوم أنت، قوم صالح مرتك، ما بترجعوا من المطبخ إلا ما بتسمينا. بعدين بعدين. لك شو بعدين؟ بقدحك كف مخمس برلك أسنانك وقهوتك مو مشروبة إذا ما صالحتها. تكرم يا شيخ. لك ضروري انت تجيبي هالسيره، ما بتقدري تضلي ساكته بس لنرجع على البيت. انا عم بحكي له هذا الحكي مشان ياخذني نموذج. ايه اعطيه نموذج بالفعل مو بالحكي. ليش انا ما كنت ناوي فكرك ساعدك اليوم شغل البيت وبالطبخ وبالغسيل. سعيد النيه ما بتكفي، لازم تساعد وبعدين تحكي. لك كنت بدي ساعده بس ما لقيت محل بالسيرفيس، اجيت مشي. الله لا يوفقه. تي على التربايه. اطلعي هيك. ها ضيفين ولا احسن ما فيش ليك. حاضر تقبرني. لا 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 لا، معقوله منصور يعمل هيك؟ انا ما كنت فكرته هيك، كنت فكرته واحد هادي، طلع واحد بنوب عصابي ايده والكف. وليش ضربك؟ قال كان عم بيمزح. بس كذاب، ما كان عم بيمزح.
شو هالمزحات؟ حدا بيمزح مع مرته بيقدحها كف بيروح يهرر لها اسنانها؟ ما كان بده يقويها بس ايده فلتت. اتعلموا بابا بس تكبر وتتجوز وما حدا منكم يمزح مع مرته لانه بجوز تفلت ايده يهرر لها اسنانها وتنقلب جن. فهمتوا؟ انا ما زعلت مشان هيك، زعلت من شغله تانية. شو هي؟ لما قلت له ليش عم تضربني؟ قال لي عم بمزح. قلت له شو هالمزح الجحاشي؟ عم ضربني عن جد. اتعلموا بابا بكره اذا تجوزتوا ومزحتوا مع نسوانكم مزح جحاشي لا تضربوهم اذا قالوا لكم شو هالمزح الجحاشي، لانه الضرب وسيله همجيه للتعامل مع المراه. بعلم الاجتماع النفسي والتربوي بيقولوا ان الضرب يهدم كيان الاسره ويؤدي الى تفككها. فهمتوا؟ انا ما زعلت لانه ضربني، عادي كل واحد بيعصب. لما احكي لنا من شو زعلانه بالاول بعدين قولي لنا شو القصه، بدي اعرف شو احكي مع الاولاد انا. بعد ما ضربني قال لي كلمه مو منيحه. مو منيحه؟ شو قال؟ قال لي تضربي بهالكسم، انا هذا اللي زعجني. هلا اكيد مشان هيك زعلتي. يعني ما لازم ازعل مشان هيك؟ لك لا، معك حق تزعلي بس مشان اعرف شو احكي مع الاولاد. مشان هيك. خلاص ابي خلاص، انا من جهتي تعلمت مكفول. اول شغله بتساويها مرتي ان شاء الله، لا بقتلها لا بضربها لا بعلي صوتي عليها، بس بلعها برات البيت. انت لا غليظ ولا قليل فهم، انت بس دب. هلا هيك فهمت علي؟ شوف ابي، انا من خلال الاشياء اللي عم اشوفها بحياتي، انت وامي، هي وعمي، عمي ومرته، بطلت شغله الجازه هي من اساسه. اسيدي تضرب انت واللي بده يعطيك، شبن انا وامك ولا؟ انا بابا. شبك انت؟ شو بعمل اذا ضربني جوزي؟ لك شو يضربك؟ ابرو لعنده بخلع وكف بهر له اسنانه بالوقل وحنكه، شو بنات الناس لعبه؟ خصوصي بنات النايحه. مرحبا. مساء الخير يا ماما. ما شاء الله شو مؤدبين. شو لما عنا؟ اي عنا، مالك شايفتيها؟ وينك انت؟ ليش دخلتي لهلا؟ لبين ما فتلت على كل رفقاتي، ما بدي ضل رايحه جايه، قلت لحالي بعزمهم كلياتهم فرد نهار. فوتي كلي لك لقبه بدنا نطلع. اكلت عند نهله، لوين بدنا نطلع؟ بدنا نروح انا وياكي لعند منصور نصالحه معلمه. لا لا تفهموا انا كنت زعلانه، انا قلت له انا رايحه مشوار. فهموه بشكل غير مباشر، الله يخليكم. فعلا يا منصور مثل ما بيقولوا مسح الايد بغيض والعضة بغضة حتى لو كانت محبة. مرة من ورا مسح الايد مزعت مع جمانة كنا راح نطلع. مزحت شو؟ تذكرت. هذا يا سيدي كانت اختك ام حسام بالحمام عم تتحمم. ايه قلت لامزح معها مسحة وقدعها طيار على الخفيف. بعدين صفنت قلت من جوا ما بستحقي، طلعت لبرا لطيت لها ورا الحيط، قلت وهي طالعه بقدحها الطياره، طلعت قدحت الطياره فلتت ايدي صارت رقبتها حمراء مثل حز البطيخ. يا انت قدحتني طياره بحياتك ما مديت ايدك علي، ما كنت سكت لك. تذكرت هاي الشغله الوحيده اللي صارت معنا. بتعرفي اليوم نفس القصه صارت معي انا ولما. خليني كمل لك. ام حسام لما نقلتها طياره زعلت، قامت غلطت معي بالحكي، قالت لي تضرب على المسح الجحاشي. شو قالت لي؟ تضرب على المسح الجحاشي. لك شو ها؟ نفس القصة صارت مع اليوم أنا ولما؟ فكرت أنا بصراحة تأثرت بهالكلام، أدحت كف مخمس بين عيونها كم دي هرلا سنانها. علاقة نفس القصة صارت مع اليوم أنا ولما؟ كنت بدي إلا تضربي بهالشكل بس قلت لا يا ولد، الكلام أحيانا بيزعل أكتر من ضرب الكربيج. أنا قلت لها ياهو ما زعلت. بجوز زعلانة وما بينت لك. لما انت زعلتي مني شيء؟ ولو انا ازعل منها؟ لك اذا كل ما صار شغله بين الرجال ومرته اذا ضربك كف بدها تزعل، معناتها نسبه الطلاق بتصير 50%. شو رايك انه لما زعلانه؟ لا مو زعلانه، مين قال لك زعلانه؟ ما تحكي لما، ليش عم تخبي؟ اذا ما قلتي له بيضل عم يقول لك اياها. يقول انا مو كهينه حتى عقد جوزي وخليه يحسب الف حساب قبل ما يقول كلمته. يقبر قلبي، خلي لي بقلبه على راس لسانه. قوم سعيد خلينا نمشي. لك قاعدين شو في ورانا؟ انا تعبانه من الدوار اليوم. قوم. تعبانه ارتاحي لك شوي. بقى انا بدي اروح، بدك تضلك. لا شو ضل رايح معك؟ وين اخي؟ بدنا نمشي، بس لا تنسوا يوم الاربعاء المسويات معزومين انت ولما عند حسان اخو جمانه. بس الاربعاء الكسوف؟ على المسويات عم اقول لك. ايوه. خاطركم. مع السلامه. يلا خاطركم. مع السلامه. مهونه. الله يعينه على هالمره اللي عنده. ليش؟ لك شو ليش؟ تصوري انا وياك قاعدين بمطعم، تقلي لي قوم، ما قوم، اقول لك عدي، ما تعدي، كنت سلقتك كف، خليت الشرار يطير من بين عيونك.
فتعالوا رسمك ماهر، كل اشعارك حلوه، انت واقف يا شاطر، لك شاطر 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 حبيبي، ما احلى الوصال منصور حبيبي، شاطر 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 منصور منصور الحقني. شبك؟ ما بعرف شبني، دايخه كثير. بتكوني اكل شيء اكل ما بتتاكل؟ لا، الاكل انا باكل منه انت بتاكل منه. وعيك ها؟ وعيك تكوني مضروبة قبل ما تيجي لعندي؟ امك فيها شيء؟ توقع بالساعة بالعادة؟ ابوك بياخذ بيعطي عقله؟ يعني ما بدك تشكي منها من شيء قبل ما تيجي لهون؟ ليك عم تحكي معي؟ لك يا مرأة ايه عم نطلع معك؟ لا انا خايفة. خايفة من شو؟ خايفة. خايفة اكون حامل. حامل؟ يقبرني هالوش، بالعكس لازم تنبسطي، ما لازم تزعلي، إذا حامل لازم تنبسطي. شاطر شاطر، أنا شاطر. مبكر. بكير لك ابننا لو اجا لو زبطت الامور معنا من اول ما تجوزنا كان ابننا هلا بالروضه وعم يدعسوا عليه الاساتذه بالباحه. ما بعرف، هلا بروح لعند الدكتوره وبشوف. تروحي لعند الدكتوره؟ بتعرفي اذا اجاني صبي بدي سميه هلال. هلال على اسم بابا. هلال هلا هلال اسم بيتسمى؟ ليش ابو هلال؟ مو عاجبك؟ هذا اسم ابي. ابوك بس متخلف شوي. هلا اسم ابي متخلف؟ من 50 سنة ما حدا سمى هيك اسم، بدك تسوي للولد مسخرة يعني؟ ما عاد داجة هيك اسماء. لك شو بفهمك انت؟ اسم هلال رائع كتير كتير، مو معناتها اذا كان الاسم مو دارج، يعني انه الاسم ما بيسوى. فتحي لي مخك، لا تطفش لك ياما تخلص عليها. لوين؟ شو عم تعملي؟ مشوار لعند امي. وشو بدك تعملي عند امك هلا؟ بدي اخذ رايها بالموضوع. اسمعي لقلك شغلة، الاسم ما حدا بيتدخل فيه، لا امك ولا ابوكي، انا عم اقول هلال يعني هلال. مو مشان الاسم، بدي اخذ رايها بموضوع الحمل، هي بتفهم اكثر مني. ماشي الحال، لا تاخري انا ناطرك على حرم الجمل. ليش؟ لك شو ليش؟ بدك تضحكي تفهمي؟ انا بتعرف اذا كان الموضوع ظابط ولا مو ظابط، مشان جهز اموري، ما بدي هلال يجي لاي حاله بالظلام. مرحبا. اهلين عمتو. مرت عمو، قديه فكرتيني يعني اكبر منك؟ مرت عمو، شو بدي اقول لك؟ وينن اهلك؟ شو؟ نادينن. تفضلي. اهلين لما، وين منصور؟ ما بيعرف ان انا جيت لهون. شو تخيلاته كمان مرة؟ ما كنت عارفة انتو هيك قبل الزواج. بابا سلوار قومي اتركينا شوي بدنا نتفاهم مع عمتك شوي. مرت عمو. عفوا مع مرت عمك شوي. يلا خير احكي لنا شو صاير كمان. ضربني مرة تانية. لا هيك تخنا سعيد، لازم تحكي معه بصراحة. طولي بالك لنفهم إذا كانت زعلانة من الضرب ولا من شغلة تانية. مو مشان هيك زعلانة. شفتي؟ من شو زعلانة لكان؟ فوق ما ضربني. قال لي شو بفهمك؟ طيب أنت شو قلتي له لحتى قال لك شو بفهمك؟ تخيل إنه بدي سمي ابننا هلال على اسم أبوه. وأنت شو جاوبتي لحتى قال لك شو بفهمك؟ أنا قلت له إنه اسم متخلف. نفس القصة اللي صارت معنا، تصوري. سعيد كان بده يسميه لحسام هلال على اسم ابوه. لك شبكن انتو، بدنا نخلد اسم ابونا نحن. هي انا ما سميت هلال، واب زهير ما سمى هلال، كمان بدكم منصور ما يسمي هلال؟ اجيبوا انتو ولد جديد وسموه هلال، مو تبلونا قلنا هالبلوه. ليش شبه اسم هلال خانم؟ كخه اسم هلال. مو كخ، بس ما انه عصري. على كل حال هذا مو موضوعنا هلا. بعلم النفس بيقولوا ان مده الايد في الحياه الزوجيه غير مرغوب فيها لانها تؤدي الى مشاكل ذات عواقب وخيمه. لك يضرب قد ما بده، ماني زعلانة، بس ما يقلي ما تفهمي. شو مانا؟ قومي قومي غيري اوعيكي، خلينا نروح لعند منصور نحكي معه كلمتين ونفهمه، ما يعودي الا انت ما بتفهمي. روح انت سعيد، انا تعبانة. لا احسن تروحي معه مشان كل واحد يستلمه من جهة. طيب تكرم عينك بروح، لكن انا سابقتكم مشان ما يعرف انك كنت هون. ايه شوفي شو مانا، هلا بس بروح، مو بدي اقعد عضعض على شفايفي ونعورك بكواعي مثل هذيك المرة. بتفهمي علي عن ندها؟ المرة الماضية ما كنا متفقين مشان هيك ما فهمت، هلا فهمت. بعدين شو بو اسمه هلال؟ كلمة بتجرح شعورها، مثل مثلا شو بفهمك او هيك شيء. إيه لا، ليش هالكلمة بتزعل؟ طبعا بتزعل، شو ما صار بين الرجال ومرته، ما لازم يقول لها هالكلمة. أنا أول كلمة قلت لها هلا لما، قلت لها شو بفهمك؟ شو بفهمك؟ ما زعلت. بجوز زعلت وما بينت لك. لما، أنت زعلتي شيء؟ معقول أزعل منك يعني؟ المرأة الآدمية بتزعل من جوزها لو شو ما حكى، بجوز يكون معصب أو طالع خلقه، قلة مشاكل بهالحياة. قوم سعيد خلينا نمشي. بكير قاعدين شو ورانا؟ أنا تعبانة بدي روح، بدك تضلضل. لا شو ضل رايح معي خاطبكم؟ هذا اشرب شيء أخي، اشرب شيء. ما شفناكم. لكن ما حلو هيك تمشوا خاطبكم. مع السلامة. شو
شو أبي هي مرت أخوك الله يعينه عليها. لك فكرك هو ليش حاوية؟ بيكون حاوية مشان الأولاد، فكرك مشان جمالها. بتعرفي ما أكون قاعد أنا وياكي بالمطعم وقلك قومي وما تقومي لا دحق ماشي إلا ما نروح على المطعم.